السلام على أشرف الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم أعزائي المشاهدين، مرحبا بكم في قناتكم قناة سبيت. هي قناة مخصصة لكل ممرض كيفما كانت درجته، تخصصه أو جنسيته، مغربي مغاربي أو أجنبي، وكذلك هي مخصصة للطالب المغربي والمغاربي والأجنبي، لكل طالب يدرس بهذه المعاهد أو كل طالب يريد أن يصبح ممرضا في المستقبل. اليوم في إطار ثقافة عامة سنتحدث عن برنامج يخول لنا خاصية جد مهمة، وهي خاصية كيفية عمل صورة مصغرة لفيديو أو صورة مصغرة لبحث أو صورة مصغرة لعمل قمتم بتحريره على ملفات الوورد باوربوينت أو بي دي إف كذلك. هذا البرنامج هو كما ترون أعزائي على الشاشة هو برنامج بيكسل لاب، كما تعلمون لهذه الصورة المصغرة من أهمية في جلب المشاهدين بالنسبة لفيديوهاتكم، فهي تعمل على تفعيل استجابة ورغبة هؤلاء المشاهدين لمشاهدة فيديوهاتكم. هذا البرنامج هو برنامج مجاني وطريقة عمله جد بسيطة كما سترون في الفيديو من خلال تطبيق عمل صورة مصغرة لإحدى فيديوهاتي. سوف تقومون أولا بتحميل هذا البرنامج من خلال متجر جوجل بلاي ستور، سوف أترك لكم اسم البرنامج وكذلك رابط تحميله في صندوق الوصف. نبدأ على بركة الله. عندما تقومون بتحميل هذا البرنامج على هاتفكم وتثبيته، سوف نقوم بنقر على البرنامج أنولي. كما ترون في واجهة البرنامج لأول مرة سوف تظهر لكم صورة مصغرة وهي باللون الأخضر، هناك وهي بمثابة خلفية لصورتكم إن أردتم. كما ترون هناك العديد من الخلفيات التي يمكن استعمالها حسب ذوقكم وحسب محتوى الفيديو وحسب تصوركم لهذه الصورة. هناك العديد، سوف نعود للصور الخلفية الأولى. كما ترون هناك زائد، علامة زائد، وهي لكي تضيف نص أو تاريخ أو أشكال أو رسم شيء معين على هذه الخلفية. هناك بجانب الزائد هناك علامة حفظ أو تجديد عند الانتهاء من هذه الصورة، تسجيل البحث المشروع أو تسجيل الصورة. هناك كذلك علامة مشاركة، وذلك عند الانتهاء من عمل صورتكم يمكن مشاركتها في مجموعات جروبات فيسبوك واتساب أو مشاركتها على اليوتيوب أو مشاركتها كذلك في صفحات على الانترنت. هناك هذه العلامة وهي مجموعة من المقولات يمكن إضافتها لهذه الخلفية أو لهذه الصورة. كما ترون هناك مقولات سواء باللغة الإنجليزية أو اللغة الفرنسية، وهناك كذلك كل هذه المقولات. هذه الثلاث نقط التي هي بشكل أفقي سوف نرى الاختصاصات أو الخصائص التي توفرها. هناك استعمال الصورة منطلقا من الهاتف، من الصور المخزونة في هذا الهاتف بلان إكرون، وهي الخاصية التي تمكننا من مشاهدة على الهاتف فقط الصورة الخلفية التي هي باللون الأخضر مع
مسح وحجب جميع الخصائص الأخرى للبرنامج. وهنا اكسبورت ليماج وهي خاصية تمكننا من جلب من الصور المخزونة بالهاتف، جلب صورة ووضعها على الخلفية. الفرق بين استيراد الصورة واستعمال صورة من الهاتف، وهي أنها حين نستعمل صورة من الهاتف فإن الخلفية التي هي بالخ أخضر تختفي وتصبح لنا الخلفية هي خلفية الصورة المختارة، بينما حين نستعمل استيراد الصورة فإن الخلفية الخضراء مثلا تبقى هي نفس الخلفية، ولكن خاصية عديدة يتوفر على هذا البرنامج. هناك إمكانية استعمال الصورة منطلقا من الكاميرا، نقوم بالتصوير عندما نريد صورة، نقوم بتصويرها من خلال البرنامج واستعمال بواسطة الكاميرا واستعمالها في الحين. هناك كذلك تغيير أبعاد هذه الصورة والتي توجد على قائمة طاي دوليماج. هناك كذلك إمكانية محادثة أو مراسلة الفريق الذي يعمل على هذا البرنامج، وهناك كذلك مجموعة من التوتوريال وهي مجموعة من الفيديوهات أو الصور التي تشرح لكم كيفية استعمال هذا البرنامج مرحلة بمرحلة. هناك كذلك مغادرة البرنامج، هذه هي الخاصيات المهمة في هذا البرنامج بالإضافة إلى خاصيات أخرى، لكن هذا هو المهم الذي يجب أن تعرفه. نمر كذلك، هناك هذه الخاصية وهي خاصية A والتي تتحكم في الكتابة، لونها، بعد هذه الكتابة، تكبيرها أو تصغيرها، كذلك هل مجموعة سوف نراها، كتابة ثلاثية الأبعاد، استعمال تأثير للانعكاس إلى غيره. كذلك هناك استعمال ستيكرز وهي مجموعة من ليزيموتيكون والتي هي صورة مصغرة لتعبر عن الحالة التي تريد توصيلها للآخر. هناك كذلك إمكانية الرسم كما تريدون. هناك إضافة مجموعة من الأشكال الهندسية التي تريدونها حسب اختياركم واختياراتكم، مثلا الآن هناك كذلك استعمال أسهم حسب الأسهم التي تريدونها والأشكال. إلى آخره. نمر الآن للتطبيق. سوف نضغط على هذه الثلاث نقاط، ثم سوف نقوم باستعمال صورة من الهاتف. مثلا سوف أختار هذه الصورة، مثلا نضغط على أوكي، ثم سوف أقوم إذا أردت أن أستعمل صورة مصغرة للهاتف سوف أقوم بإعادة أبعادها حسب الصور المسموحة وحسب شكل الفيديو وأبعاد الفيديو. هنا المجموعة من الاختيارات، هنا يوتيوب شانل بانر وهي الصورة التي تستعملها في الواجهة على قناتك، وهناك يوتيوب تامبنيل. يوتيوب تامبنيل وهي الصورة المصغرة التي نستعملها للفيديوهات، وهناك فيسبوك كوفر ارت وهي الصورة التي تستعمل في واجهة الفيسبوك، كذلك هناك الصورة التي تستعمل في الواجهة لجوجل بلس والصورة التي تستعمل في التويتر. الآن نحن نريد عمل صورة مصغرة للفيديو على اليوتيوب، نختار يوتيوب تامبنيل ثم أوكي. لقد رأيتم كيف قام بتصغيرها.
لكي تضح لكم سوف أستعمل صورة أخرى لكي تكون أكثر وضوحا. مثلا سوف أستعمل هذه الصورة. سوف أقوم بإعادة مثلا سوف أختار هذا البعد ثم أقوم بإعادة الأبعاد. مثلا هاي صورتنا. ثم ترون هذا المستطيل المتحرك وهو عبارة عن المكان المخصص لإضافة نص لهذه الصورة أو تعليق لهذه الصورة. هذه تتحكم في الأبعاد في الطول، وهذه تقوم بإمالة الصورة النص عفوا. إذا ما نريد إضافة نص ننقر على الخانة ثم ننقر على حرف أ ثم على هذا الرمز رمز القلم ثم نضيف مثلا القانون الداخلي لمعهد التمريض ونضيفه. ممكن إضافة للنص كما رأيتم فقد قمنا بكتابة هذا النص. سوف نغير أبعاد هذه الكتابة، نقوم بصغرها أو تكبيرها حسب الاحتياجات، ثم نقوم بتغيير اللون. بالنسبة للون المرجو أو من المفضل استعمال اللون الأخضر أو اللون الأحمر أو اللون الأصفر، لأنها ألوان تزيد من تنبيه المشاهد ورغبته في مشاهدة المحتوى. مثلا اخترت اللون الأحمر. ممكن دمج لونين وذلك باختيار إما نختار لون أو تدرجات، وترون هناك تدرجات لهذا اللون حسب اختياركم حسب ما تريدون. أنا فقط أريد اللون الأحمر. ها هو ده. ثم نقوم بالتغييرات لهذا اللون، نختار الكتابة التي نريدها. ممكن إضافة إطار ملون لهذه النص لهذا النص، وذلك لإبرازه حسب احتياجاتكم ورغبتكم، وذلك لزيادة إبراز اللون. كذلك سوف ندخل التعديلات على حسب الشكل الذي تريدونه. كذلك ممكن إضافة إطار لهذا النص، إطار للكتابة وليس إطار للنص. مثلا سوف ترون هناك العديد من الاختيارات حسب الذوق حسب ما تريدونه. فنختار اللون الأصفر هناك حسب ما تريدون إبرازه. كذلك ممكن هناك إضاءة باللون الذي تريدونه. هل لاحظتم التغيير؟
من الأفضل اختيار اللون الأسود، هناك ممكن إضافة هذه الإضاءة. هذا الظلام إنه هذا تغيير، تمكننا من تغيير تقديم ثبت ثلاثية الأبعاد كما ترون، تعطي بعد لهذه الكتابة. وهناك هذا الانعكاس، مدى قرب أو بعد هذه الكتابة، هذا الانعكاس من الكتابة. إمالس، فنقوم بإمالة هذه الكتابة، وكذلك ممكن إضافة العديد من التغييرات. وهناك ممكن نقوم تجريب العديد من بالنسبة للستيكرز، مثلا أردت إضافة، أنتم لاحظتم ممكن إضافة تعديل حسب اختياركم هذه التعبيرات. بالنسبة لي لقد استعملت هذه التعبيرات في خلال كتابة النص، ليس من الأفضل إعادة استعمالها. كذلك امبورتي، سوف ترون حينما استعملت الصورة كخلفية لم تظهر الخلفية الخضراء، لقد محيت، ولكن حين أقوم باستيراد هذه الصورة سوف ترون الفرق. استيراد الصورة مثلا، سوف أستيرد هذه الصورة، أقوم نفس الشيء بالنسبة للصورة، استعمال الصورة كخلفية، لكن لاحظوا هنا ممكن هذه الصورة تضاف للخلفية، ممكن إضافة نص، سوف أريكم كيف. ننقر على أ، حين ننقر على أ تظهر هذه الخانة، هي خانة ثانية. ننقر على كتابة أو تحرير، ثم أكتب اسم قناتي، مثلا ثم أنقر على أوكي. نعم، أقوم بإدخال التعديلات على هذه الكتابة، وذلك مثلا بتصغير هذه الكتابة، اختيار لون لهذه الكتابة، مثلا أفضل اللون الرمادي. وها هي دي صورتنا، قد أصبحت جاهزة، وممكن حسب أذواقكم استعمال تغييرات أو تعديلات حسب ما ترونه مناسبا وحسب تصوركم. حينما ننتهي ممكن أن نقرأ على رمز حفظ أو تسجيل، ثم نسجل الصورة، نسجلها، ثم فيغ غالوري ننقر، وصورتنا حفظت في الهاتف. سوف تجدونها، ممكن استعمالها كواجهة أو صورة مصغرة لهاتفكم. أتمنى أن يكون الشرح قد أعجبكم وأن يكون في مستوى تطلعاتكم. لا تنسوا الاشتراك في القناة لدعمنا مع تفعيل الجرس، وكذلك عمل أعجبت أو جيم أو لايك مع مشاركة أو بارتاجي أو شير هذا الفيديو.
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إلى الملتقى في فيديوهات قادمة.